السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي. معنا اليوم درس جديد بعنوان إسلامي يا مصر. إسلامي يا مصر، إسلامي يا مصر، إنني الفدا ذي يدي، إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا. إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. مرة تانية بالغناء. إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا أبدا لن تستكيني أبدا. إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة أتقيها بفؤادي، واسلمي في كل حين. اسلامي يا مصر للشاعر مصطفى صادق الرافعي. هو شاعر وأديب مصري، ولد في بهتيم بمحافظة القليوبية، ولكن انتقل مع أسرته إلى طنطا، وتوفي عام 1937، وله العديد من المؤلفات الأدبية. إسلامي يا مصر إنني الفدا، زيادي إن مدت الدنيا يدا، إسلامي أيكوني سالمة. فيتمنى الشاعر لمصر ويدعو لها بأن تكون سالمة من كل شر وكل أذى، وأنه سيضحي بنفسه من أجلها. زي بمعنى هذه، فهذه يدي أو تلك يديه ستسبق الدنيا وستسبق الجميع للدفاع عن بلادك. أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. فيقول الشاعر بأن مصر لن تخضع ولا تذل أبدا، وستظل عظيمة طوال التاريخ. إنني أرجو مع اليوم غدا، أتمنى الشاعر هنا لمصر حاضرا ومستقبل مشرق. ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين. فيقول الشاعر بأنه مستعد للدفاع عن وطني بقلبه وإصراره ودماؤه، ولقلبي أنت بعد الدين دين، فتكون منزلة مصر ومكانتها وحبه لها تأتي بعد حب الله والوطن. معاني الكلمات: إسلامي أيكوني سالمة، تستكيني تغطعي وتزلي، اليوم الحاضر، زي هذه أرجو أطلب، الغد المستقبل، مدت بسطة، الفداء الفداء والتضحية. شرح ثلاث أبيات مرة أخرى. يدعو الشاعر لمصر أن تسلم من كل أذى، وأن يحفظها الله من كل ضرر، وأنه سيمد يده ويدافع عنها قبل أن تمد الدنيا يدها للدفاع عنها. ويقول الشاعر إن مصر لن تخضع ولا تذل لأي عدو، فهي عظيمة وستظل هكذا، وإنه يتمنى لها حاضر طيب ومستقبل مشرق. ويقول الشاعر أيضا إنه على استعداد أن يضحي بقلبه وعزمه وإصراره ودمائه من أجلها، فإنها تأتي بعد حبه لله وحبه للدين. المناقشة: بماذا يدعو الشاعر لمصر في البيت الأول؟ يدعو الشاعر لمصر أن تسلم من كل أذى، وأن يحفظها الله من كل ضرر. كيف يدافع الشاعر عن مصر في الأبيات؟ يدافع الشاعر عن مصر بيديه كما قرأنا في البيت الأول، ويدافع عنها بقلبه وإصراره وعزيمته ودمائه كما قرأنا في البيت الثالث. ماذا يفعل الشاعر إذا اجتمعت الدنيا للدفاع عن مصر؟ يكون الشاعر بسباق الجميع وسباق جميع الدنيا للدفاع عن بلاد مصر. ماذا يتمنى الشاعر لمصر في البيت الثاني؟ يتمنى الشاعر لمصر في البيت الثاني حاضر مشرق ومستقبل طيب. لك يا مصر السلامة، وسلاما يا بلادي.
الشاعر لمصر بالسلامة والأمن والأمان، ويكرر النداء يا مصر ليدل على حب الشاعر الشديد لبلاده. الرمض ظهر سهامة أتقيها بفؤادي واسلمي في كل حين. الظهر هنا بمعنى الزمان، والسهام هي المصائب. فيقول الشاعر إن الزمن لو غدر بمصر وألقى عليها وصوب مصائبه نحوها، فإن الشاعر سيدافع عنها ويتلقى المصائب بدلا منها. وكذلك يؤكد الشاعر على دعائه بأن تسلم مصر في كل وقت وعلى مر العصور. معاني الكلمات: رمى ألقى وصوب، أتقيها أحميها، الدهر الزمان، فؤادي قلبي، السهام المصائب، حين الوقت. شرح الأبيات. يدعو الشاعر لمصر بالسلامة والأمن والأمان. يقول الشاعر أن الزمن إذا غدر ورمى مصائبه فإنه سيدافع عنها ويتلقى المصائب بدلا منها، ويؤكد أمنيته في أن تبقى مصر سالمة في كل وقت. المناقشة: ماذا يفعل الشاعر إذا غدر الزمان بمصر وألقى عليها مصائبه؟ سيدافع الشاعر عنها ويتلقى المصائب بدلا منها. بما يدعو الشاعر لبلاده مصر؟ يدعو الشاعر لمصر بالسلامة والأمن والأمان. اذكر الأبيات التي تعبر عن المعاني التالية: لن تخضعي ولن تذلي يا مصر أبدا. أبدا لن تستكيني أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا. إني أدافع عنك بقلبي وعزمي، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دي. مواطن الجمال. اسلمي يا مصر. تعبير جميل، شبه مصر بإنسان يدعو له بالسلامة. يا مصر، أسلوب نداء للتعظيم. إنني الفدا، تعبير جميل يؤكد إصرار الشاعر على التضحية. ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، تعبير جميل شبه الدنيا بإنسان يمد يديه. تكرار يا مصر يدل على شدة حب الشاعر لها. رمى الظهر سهامة، تعبير جميل شبه الظهر بإنسان أو عدو يرمي غيره بالسهام. أتقيها بفؤادي، تعبير جميل يدل على رغبة الشاعر في التضحية. غدا واليوم بينهما تضاد يوضح المعنى ويقوي. ملخص الدرس: الشاعر يتمنى لمصر أن تكون سالمة من كل أذى. 2- مصر لن تخضع ولن تذل أي عدو، فهي عظيمة وستظل هكذا. 3- استعداد الشاعر للدفاع عن الوطن بقلبه وعزمه وإصراره. 4- يدافع الشاعر عن مصر إذا غدر الزمان وألقى بمصائبه عليها. الكلمة ومضادها: اليوم الأرض، السلامة الخطر، تستجيني تنتفضي وتكرمي، اسلمي اهلكي، مدت قبضت، الجهاد الاستسلام، أرجو أيأس. الكلمة وجمعها: بلدي بلادي، سهم سهامة، الظهر الدور أو الأدهر، فؤاد أفئدة، قلب قلوب، دين أديان، الدنيا الدنى. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد انتهينا من درس اليوم، وإلى اللقاء في دروس قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.